عايزين ننزل نخلص اللي اتفقنا عليه من غير شوشرة. جاهزين يا رجالة؟ جاهزين يا رجالة. كله يثبت مكانه. فرج، مش دي التلاجة اللي مراتك كانت بتدور عليها؟ وكمان عليها 1000 جنيه قسم. دي نونو هتفرح قوي. الحق يا رياسه، دول عاملين عرض على اللحوم مش طبيعي. يلا يا رجاله. عايز نص رومي قديم ونص تركي وقالب جبنه براميلي وعلبه مخلل. عيني يا فندم. وعلبه احمر. يلا على العربية عشان نتغدى يا رجالة. أنا نفسي بالبسطرمة يا ريس. هاتله قالب بسطرمة يا ابني. ما تخليش من نفسك حاجة يا فرج. ما تخليش في نفسك حاجة.